أهلا بكم في السلطة الرابعة، والبداية بأبرز ما تناولته الصحف والمواقع المحلية والعربية والعالمية. في الصحافة المحلية، موقع اليمن نت: المبعوث الأممي يدعو في إحاطته إلى إزالة القيود على حركة السلع في اليمن وعلى حركته للوصول إلى المعنيين في إنهاء الحرب، في إشارة للحوثيين. وفي الصحافة العربية، موقع الدستور المصرية: يتناول كلمة مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة. ودوليا، موقع صحيفة الواشنطن بوست: يرصد احتفالات اليمنيين بفوز منتخب الناشئين في بطولة غرب آسيا، وكيف أن الفرحة أظهرتهم كأمة واحدة في ظل واقع مزقته الحرب. البداية محليا، حيث نقل موقع اليمن نت بعضا مما ورد في إحاطة المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس جرونبرغ لمجلس الأمن خلال جلسة مشاورات بشأن اليمني عقدت يوم أمس الثلاثاء. واعتبر المبعوث أن القيود المفروضة على حرية حركة الأفراد والسلع تتسبب في كثير من المصاعب لليمنيين في كل أنحاء البلاد. وأشار الموقع إلى تحذير المبعوث الأممي من أن التصعيد العسكري في البلاد قد يؤدي إلى فصول أكثر دموية في الصراع المستمر من سنوات. وأقر المبعوث في إحاطته ضمنا بفشل الحلول المجزأة التي طرحتها الأمم المتحدة خلال الفترات السابقة، وقال إنه لمس إحباطا بسبب فشل محاولات الأمم المتحدة السابقة لحل الأزمة. وبحسب الموقع، فإن المبعوث قد دعا إلى الالتزام بالسلام الجاد الذي يتطلب على أقل تقدير منحه الوصول غير المشروط والمنتظم إلى كل الأطراف. وكانت مصادر متعددة قد تحدثت في وقت سابق عن رفض ميليشيا الحوثي استقبال المبعوث في صنعاء، غير أنه تمكن لدى زيارته مسقط يوم أمس الأول من لقاء وفد الحوثيين وفق ما نشره حساب المبعوث الأممي على تويتر. نقل موقع يمن شباب نت مطالبة أكثر من 100 منظمة يمنية وأمريكية وأوروبية للاتحاد الأوروبي بتصنيف ميليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية. جاء ذلك في بيان مشترك لهذه المنظمات موجه إلى رئاسة البرلمان الأوروبي ومجلس وزراء الاتحاد الأوروبي. وبحسب الموقع، فإن البيان قد ركز على حصر الجرائم التي تقوم بها الميليشيا الحوثية بحق اليمنيين، ابتداء من القتل والتعذيب بحق المخفيين قسرا، مرورا بتجنيد الأطفال، وانتهاء بزرع الألغام المختلفة البرية والبحرية، إلى جانب السياسة المدمرة لهذه الميليشيا في المجال الاقتصادي، والتي ساهمت إلى اتساع رقعة الفقر والمجاعة واستخدامها نظاما تعليميا يحرض على العنف. كما أوضح الموقع أن البيان اتهم ميليشيا الحوثي بتحويل مطار صنعاء إلى ثكنة عسكرية، كذلك جعل ميناء الحديدة منطلقا للأعمال العدائية في المياه الإقليمية في مخالفة واضحة للقوانين والمواثيق الدولية. ودعت المنظمة في البيان المشترك البرلمان الأوروبي إلى سرعة فرض آلية لمحاسبة ميليشيا الحوثي وتصنيفها كجماعة إرهابية. تناول الموقع بوست تصعيد مؤتمر حلف وجامع حضرموت من أجل الجنوب الذي تدعمه الإمارات، وقطع الطريق أمام حركة الناقلات والشاحنات من ساحل حضرموت إلى الوادي. وبحسب الموقع، فإن الانتقال المدعوم إماراتيا يستخدم التدهور الاقتصادي في المحافظة كذريعة للتصعيد ضد الشرعية في الوادي. وأشار الموقع كذلك إلى أن تحركات الانتقال قد قوبلت برفض قبلي ومدني واسع في ساحل حضرموت وفي الوادي. وحذرت قبائل الوادي والصحراء من استغلال مطالب حضرموت لتنفيذ مخطط يهدف إلى نشر الفوضى وزعزعة الأمن في الوادي. وبحسب الموقع، فقد رأى بعض المراقبين أن الإمارات متورطة في دعم هذه التحركات للحفاظ على مصالحها في اليمن، والتي ترتبط بشكل مباشر بنشر الفوضى لتكرار سيناريو عدن. وأشار الموقع
إلى الرفض الشعبي الواسع لمثل هذه التحركات التي تستهدف الأمن والسلم في المحافظة واستغلال معاناة أبناء المحافظة لتحقيق أجندة خارجية. وعربيا، تناول موقع جريدة الدستور المصرية تأكيد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي على زيادة المعاناة الإنسانية نتيجة لتصعيد ميليشيا الحوثي العسكري على المدن اليمنية. جاء ذلك في البيان الذي ألقاه مندوب اليمن أمام جلسة مجلس الأمن الدولي المفتوحة حول الوضع في اليمن. وبحسب الموقع، فقد أشار السعدي إلى نزوح أكثر من 17 ألف أسرة جراء الهجمات والتصعيد الحوثي الأخير، خاصة في محافظة مأرب، بما في ذلك نزوح أكثر من 25 ألف مدني نتيجة التوسع الحوثي الأخير في محافظة الحديدة. واعتبر مندوب اليمن توسع ميليشيا الحوثي الأخير في الحديدة انتهاكا صارخا لاتفاق ستوكهولم الذي عملت الميليشيا على تعطيله وعرقلة تنفيذه. وأشار الموقع إلى دعوة مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة، المجتمع الدولي وكافة الأصدقاء والأشقاء لمساعدة الحكومة اليمنية والوقوف إلى جانبها لتجاوز التحديات الاقتصادية جراء الحرب المفروضة على الشعب اليمني من قبل ميليشيا الحوثي، بما في ذلك تقديم الدعم العاجل للإسهام في إنجاح خطط الحكومة لتنفيذ الإصلاحات وبناء مؤسسات الدولة. ودوليا، رصد موقع صحيفة الواشنطن بوست احتفاء اليمنيين بخبر فوز منتخب الشباب لبطولة غرب آسيا بعد سبع سنوات من الانقسام الذي فرضته الحرب. وعنونت الصحيفة مقالتها تعليقا عن الحدث بأن اليمن المنقسم يجد لحظة من الوحدة في انتصار ناشئي كرة القدم على السعودية. وتقول الصحيفة إن فريق الناشئين قد تغلب على عقبات ضخمة ليحقق الفوز، حيث عاشوا نصف حياتهم في بلد يعاني من العنف. وأضافت الصحيفة أن اليمنيين توحدوا بهذه الفرحة في بلد تمزقه الحرب، حيث أثار الفوز حالة النشوة والفخر الوطني في جميع أنحاء البلاد. فالاحتفال أظهر اليمنيين كأمة واحدة بعيدا عن واقع الحرب القائمة في البلاد. وأشارت الصحيفة إلى أن الاحتفاء لم يقتصر على من هم في الداخل، فقد رصدت الصحيفة كذلك احتفاء اليمنيين المقيمين في مصر، حيث يتركز وجودهم هناك للسياحة العلاجية. وأجرت مقابلات لمواطنين يمنيين هناك. تقول الصحيفة إنه على الرغم من أن الحدث يبدو صغيرا بالنسبة للمتابعين، إلا أن اليمنيين ولفترة طويلة لم يسعدهم شيء، وهذا سبب احتفائهم الكبير بمثل هذه التفاصيل التي قد تبدو صغيرة. بهذا وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام السلطة الرابعة. أشكركم على طيب المتابعة وأترككم مع هذا الكاريكاتير.